برجع برحب بجميع المشاهدين يلي انضموا لنا هلا بحلوه بيروت، وطبعا مكملين حلقتنا لليوم. وهلا رح نفتح الصفحه الطبيه ورح نستقبل طبيبه الامراض الجلديه الدكتور ندى سويدان. حلوه حلوه بيروت، اهلا وسهلا فيك دكتور سويدان بحلوه بيروت. اليوم موضوعنا كثير مهم، الرجال والنساء، حضروا حالكم لانه موضوع الموسم. كول سكالبتينج. Coolsculpting، اي نعم، اللي هو تدويب الدهون على طريقه التبريد. نعم، على غرار ما الناس بتفكر انه بدك تدوبيه بطريقه التسخين. مزبوط، لانه بيفكروا من وراء المساجات ومن وراء هيك قصص انه يتفتفتوا من وراء السخونه. هلا هالتقنيه هيدي اجت لفكر البحثين من هارفارد يونيفرسيتي، روكس اندرسون ومانستين، لانه كان في مقالات طبيه انكتبت عن اطفال راحت الطبقه الشحميه من خدودهم ناتج عن اكل البوزه. عن مص البوزه البوبسيكلز، وعن نساء صار انا كثير باكل بوزه بس ما عم تاكل كفايه، ما عم بتمس كفايه. وعن النساء اللي كانوا يلعبوا خيل على السرج البارد. اوكي، الفخاد من جوا صار كمان عندهم الدهن راح. نعم. فمن هالمنطلق هيدا جابوا جلد خنزير مع الطبقه الشحميه وحطوا بروده معينه لفتره معينه. طبعا هون عم نحكي للدراسه. للدراسه. نعم. ولقوا انه عم بتذوب. نعم. الدهون بتروح الدهون. هلا الطريقه هي علميا صاروا يعملوا الابحاث، لقوا انه اللي عم بيصير انت عم بتلج الدهن بقلب الخليه الدهنيه. أوكي. وعم بتخلي هالخليه تموت. والجسم بيتخلص منها على الطريقه الطبيعيه، يعني ما بيصير في لود كبير على الجسم من الدهون، يعني فبالتالي لا بتخاف على الكوليسترول ولا التريجليسيريد او اي مشاكل على الجسم. هلا واللي حلو بهالتقنيه انه كل مره تستخدميها 20% من الخلية الدهنية اللي عم بتعالجيها عم بتموت. أوكي. نهائيا. وحلوة عم بتموت نهائيا، يعني أنا مثلا إذا عندي مشكلة بالبطن وعم دوب مطرح البطن ما بترجع؟ ما بيصير؟ ما بترجع. ما بترجع. أوكي. أبدا أبدا. اللي حلو هلا اللي هون بحب أقول إنه هيدي منا ميثود للرجيم، هيدي اكثر شيء منيحه للاشخاص اللي عندهم مناطق شحميه ما بيقدروا يتخلصوا منها. مزبوط. حتى بالرياضه، الارداف عند النساء. برافو، الارداف، الخواصر، البطن عند الرجال، تحت الشتي عند النسوان، بين الفخذين. بين الفخذين. نعم. ايه، فهيدي المناطق امرارها قد ما بتعمل رياضه ما بتخلص منها. خبريه كثير حلوه. كثير حلوه. او حتى لو بس خبرينا عن المشين. المشين هي كناية عن مكنة في إلى قبضة. نعم. وحسب المنطقة الحجم اللي بدنا إياها بننقي الحجم. وهي بصير بتعمل نوع من الشفط للمنطقة الشحمية اللي عم نعالجها، وفي اثنين بليتس ببردوا هالمنطقة هيدي. والحرارة هي حوالي 4 دقريز، وبتضلها لمدة تبين إنه لحتى لي فعلا يكون النتائج مضمونه بدها تكون لمده الدوره ساعه. اوكي. اوكي، للمنطقه الوحده. وهلا واللي حلو فيها لانه تدريجي ما بيصير ترهل محل المنطقه اللي انت عم بتروحيها. اوكي، مش يعني انا عم بخسر وزن اوام بده يصير الجلد مطرحه ومنه حلو. مزبوط، ما بالعكس بملس. بملس، مزبوط. أوكي. واللي حلو انه مثل ما قلت انه كل مريض بيستخدم هالتقنيه على كل منطقه اجمالا بتروحي على الاقل 20%، يعني كونسيستنت، مش انه مثل التقنيات الثانيه ممكن المريض يستفيد ممكن ما يستفيد. هي تجميليه اكثر دكتور، يعني ما فينا نخسر وزن فيها. لا، ما بتخسري، انت بتعملي سكالبتنج للجسم. ايه، يعني بس كرمال نشرح للمشاهدين، هذه مش لخساره وزن، هاي مشان نجمل جسمنا. ايه نعم. المناطق اللي ما عم تقدري تخلص يعني الطريقه الوحيده اللي ممكن تساعد غير الكول سكالبتنج هي انك تعملي شفط دهون. نعم. اللي هي عمليه وكثير من الامراض. احنا ما بدنا عمليه، بدنا قصص سريعه والنتيجه تكون سليمه. مزبوط. كم جلسه الانسان بحاجه؟ حسب المناطق وكبره، يعني من جلسه لثلاث جلسات اجمالا بتكون كافيه. نعم. هلا كثير السؤال هو امتين ممكن نرجع نعيد الجلسه؟ فينا نعملهم ثلاثتهم ورا بعض؟ لا. احنا بنعمل الجلسه بننتظر حوالي شهرين، لانه بتبلش انت تلاحظ التحسن بعد حوالي 3 اسابيع. اوكي. وبضل يتحسن لمده 4 شهور، ولكن بعد الشهرين يعني البيك تبع التحسن. نعم. على الشهرين. فاذا بحاجه لنعمل جلسه ثانيه بنعيدها، اذا ما كانت بحاجه بنوقف. دكتور هون بدي اسال سؤال، الشحم يلي عم بيدوب كيف عم يظهر من الجسم؟ عم بيتخلق، هو الشحم عم بفوت بالليمفاتيك سيستم، بروح على الكبد بيتصرف فيه وبيروح وبيظهر من قلب الجسم، يعني ما في شيء بيخوف. ما في شيء بيخوف ابدا ابدا. عملوا فحص، ما في سايد افكتس.
ما في سايد افكت ابدا. وكثير من الناس بيقولوا طب اذا بردت شو بيصير بالعضلات وبالجلد والى اخره، لا تبين انه هالحراره هيدي بتقف البروده، الشحم حساس اكثر من الاعصاب ومن العضل. أوكي. ونحن بنحط طبقه هليميه على الجلد لحتى تحمي لنا الجلد، فما تمام. في اي تاثير ابدا على الجلد ولا على العضل ولا على العصب، يعني هو بالتحديد للطبقه الشحميه، يعني ابدا ما بيدق بيرجع بالمناطق العصب ولا بمناطق يعني خطره بقلب جسمنا ابدا. بس مين الاشخاص اللي ممنوع عليهم هذا؟ هلا في عندك الاشخاص اللي عندهم مشاكل للبروده، يعني بيكون عندهم، هدول بيعرفوا حالهم كرايغلوبوليميا، هدول اللي بيكون عندهم مشاكل بتبين بصير يزرقوا ايديهم على البروده. نعم. هدول الاشخاص بيعرفوا، بس غير هيك اللي معهم ضغط، اللي معهم كوليسترول، اللي معهم سكري، ابدا ولا العمر حتى ولا لون البشره بياثر. يلي اهم شيء مؤلمه؟ لا هي منا مؤلمة أبداً, أبداً. أول ما تحطيها بحس الشخص مثل بشفط وضغط. أوكي. الخلال أول يعني مثل هوفر. مثل هوفر. برافو عليك. بس أنت هوفر. إيه بأول كم دقيقة بعدين بيمشي الحال. هلا بعد المعالجة ما في أي إشكال أبداً، المريض بيرجع يروح على شغله أو يسهر والآخرة. في بعض الأشخاص ممكن وراء التقنية هيدي لمدة لفترة وجيزة، يعني أسبوع 10 أيام، يحسوا بشوية ألم بالمنطقة المعالجة. أوكي. هلا إجمالاً المنطقة اللي عادة هالإحساس هيدا هو البطن، بقية المناطق ما في أي حس أبداً. يمكن لأنه منطقة حساسة كمان منطقة البطن. إيه مثل الأعصاب هونيك شوي حساسين أكثر من الأرداف وغير المطارح. الشغلة اللي كثير من البنات بيقولوا طب وقت أنا عم بشفط هيك هل بيأثر على الحبل مستقبلاً أو على الرحم؟ أوكي. ما في أي تأثير بتاتاً، لأنه كثير هذا السؤال بيسألوني. أوكي. لكن ما رح نخاف أبداً، بس التكلفة عالية ولا لا منيحة؟ التكلفة للتقنية هيدي لا منا عالية، بس هي منا رخيصة. منا رخيصة، بس بالنهاية التجميل بلا إبرة وبلا وجع وبلا كتير عملية. كثير آمن وسليم وقطعاً في نتيجة. أكيد في نتيجة. نتشكر وجودك معنا بحلوة بيروت الدكتور ندى سويدان على هالتقنية الجديدة، كمان بنتشكركم إنه جبتوا لنا إياها على لبنان وصار فينا نستفيد.